كان سليمان فرنجي نجم النسخة 11 للحوار من دون منازع، كان أول الواصلين إلى عين التينة، عقد لقاء ثنائيا مع رئيس المجلس نبيه بري الذي لم يطرح على طاولة الحوار موضوع رئاسة الجمهورية أو مواصفات الرئيس على غير عادة، وقد يكون السبب كما قال بعض المشاركين عدم جدوى البحث عن مواصفات بعد اليوم أو لعدم التشويش على ما بدأ في باريس. وقد اقتصر البحث على ضرورة تفعيل الحكومة، وهنا كان تشديد مرة جديدة من قبل سلام أن لا جلسة لمجلس الوزراء قبل إيجاد حل للنفايات بإجماع كل المكونات. ساعتان من الحوار خرج بعدها فرنجي الذي ضجت به وسائل الإعلام في الأيام الماضية ليتحدث إلى وسائل الإعلام، وهو نادرا ما يفعلها، كان مفعما بالإيجابية موضحا أن ما يطرح حول ترشيحه تقدمت به 14 أذار وتحديدا الرئيس سعد الحريري، ولكنه سرعان ما استدرك وقال إنه قد يكون من الرئيس الحريري، موضحا أيضا أن التواصل مستمر معه. بيت القصيد أنه أي جو حيكون ضمن فريقين جايين من كل واحد من محل جايين على نص الطريق. معقول هذا التقارب يوصلك لرئاسة الجمهورية معالي؟ هلا أنا اللي عم بقول لك لحد هلا نحن أمام طروحات بالكواليس، نعتبر أي كل طرح عم بيجي هو جدي، ونحن نثق بالفريق الآخر وما يطرحه، ولكن إسه لهلا هذا الطرح هو جدي ولكن غير رسمي. عندما يأتي الطرح الرسمي هناك نبني على شيء مقتضى. خليته عن ترشيح العمادة. عم نقول ترشيح 8 أدار وفريقنا هو مرشحنا الأول الرئيس ميشيل عون. أما إذا الفريق الآخر عطى طرح جديد ونحن عم نقول ننتظر الطرح الرسمي سنتعاطى مع الأمر بوقتها، يعني نحن عم نقول هذا طرح لأنه كل العالم عم بتقول صار في طرح من 8 أدار أو صار في جو جديد اسمه مرشح اسمه سليمان فرنجي. لا، الجو هو طرح جديد من فريق 14 أدار من الرئيس، قد يكون من الرئيس سعد الحريري، هو بهذا الجو ساعتها منشوف شو الطرح الرسمي، لأنه لحد هلا كل الحكي حكي كواليس وحكي اجتماعات ثنائية، ونحن عم نقول الوضع عندما يأتي الطرح الرسمي منشوف كيف بدنا نتعاطى بهذا الموضوع. هل في مباركة إقليمية لتسمية حضرتك؟ السلا هلا عم بقول لك نحن بأول الطريق عم نسمع تأييد من محلات، عم نسمع عدم رفض من محلات، ولكن لسه ما في شيء رسمي. بعد الحوار عقد كل من الرئيسين تمام سلام وفؤاد السنيورة ونائب رئيس المجلس فريد مكاري والوزيرين بطرس حرب وميشيل فرعون اجتماعا تناولوا فيه موضوع الرئاسة ومسألة ترشيح فرنجي وردود فعل الأطراف في البلد وكيف يمكن أن تكون ردات الفعل وكيفية احتوائها. عقدت الجلسة 11 للحوار الوطني على وقع التطورات واللقاءات المتعلقة بالسلة الكاملة المتكاملة أو ما يعرف بالتسوية للملف اللبناني، وعليه لم يعد ينتظر أو يعول كثيرا على نتائج هذه الجلسات للحوار وعلى جدول الأعمال وتحديدا بند الرئاسة، طالما أن هذا البند يعمل عليه خارج هذه الطاولة في لبنان وخارج لبنان. من عين التينة منى صليبة، MTV.